وحق على كل مسلم ومسلمة في مثل هذه الليلة الشريفة المباركة الاستجابة لما ندبنا إليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. وهو القائل أيضا عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي ألا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه عشر أمثالها، كما أخرجه الطبراني بسند حسن عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما. هذه الليلة التي ينتدب فيها المسلم نفسه لكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو لون من الوفاء يحمله المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام في أداء طرف من واجب عظيم تعلق برقابنا جميعا أيها المسلمون والمسلمات، في حق نبي كريم حبيب عظيم صلى الله عليه وآله وسلم، بدل من أجلي ومن أجلك يا هذا ما أخرجنا الله تعالى به من الظلمات إلى النور، ما استنقذنا به من الضلال إلى الهدى، ومن النار إلى جنة عرضها السماوات والأرض. المؤمن المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام يدفعه الوفاء دفعا لأن يكون في ليلة كهذه كثير الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن يكون في صبيحته يوم غد كذلك كثير الصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. المؤمن المحب في طريق حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام يأخذ نفسه أخذا بمجامع الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عدة، في أماكن عدة ومواضع متفرقة، أحدها وأكثرها وأعظمها وآكدها ليلة الجمعة ويوم الجمعة.